اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، من نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في القدس العربي انتقاد اممي جديد للحكومه العراقيه، استمرار قتل الناشطين اسكات للاصوات السلميه. في الهيئة نت على خلفية التجاوزات على الملاكات الطبية، تحذير من هجرة أطباء العراق إلى الخارج. وفي الزمان، العراق يسجل 4177 إصابة جديدة و74 حالة وفاة بفيروس كورونا. أما في الشرق الأوسط، واشنطن تخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة. وفي العرب اللندنية، تحذير فرنسي من زوال لبنان يسبق وصول ماكرون إلى بيروت. أما في الخليج الإماراتية، ترامب يقبل ترشيح الجمهوريين ويؤكد بايدن سيدمر عظمة أمريكا. وأخيرا في إنديبندنت عربية، كورونا يفرض على منظمة الصحة تغيير حالة الطوارئ العالمية. قالت صحيفة العرب اللندنية إن القوى السياسية الشيعية تدفع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لشن حملة قمع ضد المتظاهرين في وسط وجنوب البلاد، الذين يمانعون عودة الأحزاب الموالية لإيران إلى ممارسة أنشطتها السياسية والميدانية في مناطقهم. وأشارت الصحيفة إلى أن وكلاء إيران في العراق يخشون أن يجدوا أنفسهم محاصرين في الشارع الشيعي خلال مرحلة التحضير للانتخابات. منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العراق مطلع أكتوبر عام 2019، يحظر المتظاهرون على الأحزاب المتهمة بالولاء لإيران ممارسة أي نشاط ميداني أو سياسي في بعض المدن، وتحديداً الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد. وعندما تصاعد النقاش بشأن القانون الذي ينظم إجراء الانتخابات العامة بين الأحزاب والتيارات السياسية في بغداد، قاد متظاهرون جرافات لتهديم ما تبقى من مقرات الأحزاب والميليشيات الشيعية التابعة لإيران في الناصرية، بعد أن جرى إحراق كل منها أكثر من مرة سابقاً، وطالت عمليات الهدم 3 مقرات تخص حزب الدعوة الإسلامية ومنظمة بدر وميليشيا العصائب، وهي جهات تعد الأشد التصاقاً بإيران من بين القوى السياسية والميليشيات الشيعية، في علامة واضحة على رفض الشارع الشيعي مشاركة أطراف محسوبة على طهران في عملية تقرير مصير العراقيين أو تمثيلهم سياسياً. ويرى زعماء أحزاب وميليشيات موالية لإيران أن الكاظمي يستخدم الاحتجاجات في الوسط والجنوب ورقة للضغط على الأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية لإيران لتجريدها من فرص حركها الميداني استعداداً لانتخابات يدور الكثير من الجدل بشأن موعدها وقانونها، برغم وجود إجماع غير معلن على ضرورة إجرائها في موعد مبكر. وتتتم الصحيفة تقريرها بالقول إن القوى الموالية لإيران في العراق تخشى أن تجد نفسها محاصرة في الشارع الشيعي خلال مرحلة التحضير للانتخابات، ما يدفعها لمواجهة علنية مع المحتجين قد تكلفها ما تبقى من صلتها مع الجمهور. أعاد اغتيال الطبيبة والناشطة ريهام يعقوب في 19 من آب الجاري مسلسل الرعب من عودة التصفيات السياسية التي ما زالت تجثم على صدر العراقيين والعراقيات، على الرغم من كل الوعود من السياسيين والحكومات المتعاقبة بوضع حد لها وملاحقة القتلة ومحاسبتهم. نضال منصور يقول في موقع الحرة إن أكثر إن لم يكن أو تكن جل عمليات الاغتيال السياسي والأمني قد قيدت ضد مجهول، مع أن الجناة كانوا معروفين وأصابع الاتهام تؤشر لهم بوضوح.
الاغتيالات الأخيرة لا يمكن فصلها عن سياق انتفاضة تشرين التي هزت أركان النظام القائم على الفساد والمحصصة الطائفية، وما يراه المدافعون الحقوقيون أن حملة التصفيات الجارية الآن ما هي إلا استكمال لعمليات القتل والخطف والتعذيب ضد قادة الانتفاضة الشعبية، وأن الأحزاب السياسية المتضررة والميليشيات المسلحة التابعة لها أعدت قوائم لإعدام الذين فضحوا وكادوا أن ينهوا مستقبلها لولا جائحة كورونا التي دغمت الجميع وأربكت وأحبطت انتفاضة أكتوبر. 9 محاولات اغتيال جرت خلال الشهر الجاري، ما يحدث يذكر بخبر وكالة الصحافة الفرنسية الذي كشفت فيه النقابة عن قائمة بأسماء 13 ناشطا وناشطة وضعوا على قوائم الاغتيال، كان من بينها الهاشمي، تزامنت مع حملات تشويه لسمعة قادة الانتفاضة والترويج بأنهم عملاء أمريكا وتسريب صور مفبركة لبعضهم مجتمعين مع القنصل الأمريكي. مربط الفرس في كل ما يجري، ثورة الناس على من اختطفوا الدولة وسرقوا مقدراتها في وضح النهار. توعد رئيس الوزراء الكاظمي المجرمين أن لا يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، فهل يصدقه النشطاء ويركنون لتعهداته بحمايتهم؟ أم ينجون بأرواحهم ويفرون من البلاد بعد سيل من التهديدات تلقوها وأجهزة الأمن إما متواطئة أو صامتة؟ الكاتب يدعو النشطاء والحقوقيين في العراق إلى عدم تصديق القيادات السياسية، فكلامهم ومواقفهم ليست أكثر من زوبعة في فنجان، فالشواهد تقول إن المجرمين يسيرون في جنازات القتلى ويبكون كذبا عليهم. من أكثر الأمور التي تبعث على التساؤل إن لم يكن التعجب ما يدور في الأوساط الإيرانية ويصدر من مواقف تتعلق بالعلاقة مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ومستقبل الدور الإيراني في المشهد السياسي العراقي. حسن فحص يرى في صحيفة إندبندنت عربية أن العلاقة بين طهران وبغداد لم تمر بمثل ما تمر فيه هذه الأيام من تناقضات وتباينات تدفع الجانب الإيراني على طريق حسم خياراته للتخلص من الضيف الثقيل الذي بات يشكل إرباكا وتحديا واضحا وصريحا للقيادة الإيرانية. التطورات المتسارعة وحجم الفتق الذي أصاب النفوذ الإيراني في المشهد العراقي أجبر القيادة الإيرانية بكل أدواتها أن تلجأ إلى التعامل الواقعي والبراجماتي مع الأحداث، وأن تترجل عن صهوة معادلة 3-0 التي حاول إرساءها قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني بعد أن استطاع فرض مرشحيه في الرئاسات الثلاث على حساب الرغبة الأمريكية. من هنا يمكن القول إن وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء لا يمثل الخيار الأمثل للقيادة الإيرانية، إلا أنها اضطرت للقبول به للحد من الخسائر التي بدأت تتسع وتهدد كل الإنجازات بالضياع، خصوصاً وأن دورها ونفوذها على الساحة العراقية قد فقد توازنه بعد إخراج سليماني من المعادلة. يمكن القول إن الجانب الإيراني استطاع تطويق الكاظمي في حكومته إلى حد ما من خلال تكريس مبدأ المحاصصة بين الأحزاب والفصائل السياسية التي تتحكم بالمشهد العراقي بمختلف انتماءاتها المذهبية والقومية والسياسية، ما سمح لها بأن تكون في دائرة القرار نسبياً، بما يساعدها على إعادة ترتيب أوراقها وتقويم علاقاتها مع الفصائل التي مارست كل أنواع الابتزاز معها وفي كثير من الأحيان من أجل مصالحها على حساب المصلحة الاستراتيجية الإيرانية. وبحسب الكاتب فإن الهجوم على الكاظمي قد يعبر في جانب منه عما يدور في الكواليس وفي كواليس الجماعات الطوبوية الإيرانية عن مقدار الإحساس بالخسارة والإحباط من التطورات العراقية وعدم قدرة طهران الاستمرار بتفردها في الإمساك بمفاصل هذه الساحة. قالت مجلة فوربس الأمريكية إن سعي العراق لشراء مقاتلة سوخويسو 57 الروسية قد يكون خياراً غير عملي،
لأسباب اقتصادية وأخرى تقنية عسكرية. وأوضحت المجلة في تقريرها أن وسائل إعلام روسية نقلت عن المفتش العسكري لوزارة الدفاع العراقية عماد الزهيري نية بغداد في شراء المقاتلات الروسية التي لم تنتج موسكو إلا نماذج أولية منها. في حال ما تأكدت الأنباء عن نية العراق شراء المقاتلات، فإن الأمر سيكون محل تساؤل لاعتبارات اقتصادية وعسكرية، حيث ستضطر بغداد إلى شراء طائرات حديثة في وقت تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا وانخفاضاً في سعر النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي بشكل كبير. وذكرت المجلة أن مقاتلات SU-57 لا تزال في طور النموذج الأولي، ورغم أن روسيا بدأت إنتاجها بشكل جدي منذ حزيران عام 2019، فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات أخرى قبل أن تدخل سلاح الجو الروسي بأعداد كبيرة، بينما ستستغرق عملية التصدير وقتا أطول، كما سيواجه العراق مشكلة أخرى تتعلق بالصيانة. وأشارت المجلة إلى أن تقارير لفتت إلى عدم قدرة الفرق التقنية العراقية على تشغيل طائرات F-16 بالشكل الأمثل منذ مغادرة الفرق الأمريكية في كانون الثاني الماضي. ولفتت المجلة إلى أن الاعتناء بمقاتلات SU-57 سيمثل تحديا صعبا بالنسبة لبغداد أكثر من F-16، بالأخص مع انعدام وجود فرق روسية تقنية ومستشارين، فضلا عن تدريب الطيارين العراقيين على هذه المقاتلات المعقدة. وأشار التقرير إلى احتمالية خضوع العراق لعقوبات أمريكية في حال اشترت المقاتلات الروسية بموجب قانون CAATSA الأمريكي، والذي حرمت تركيا بموجبه من مقاتلات F-35 الأمريكية بعد شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400. المجلة الأمريكية ترى أن اختيار مقاتلة سوخايسو-57 الروسية من قبل العراقي فضلاً عن كونه استثماراً باهظ التكلفة، فإنه من المرجح أن يكون خياراً مكلفاً غير مبرر بالنسبة للعراق. نشر موقع فورين أفيرز مقالا للباحثين علي رضا إشراقي وأمير حسين مهدوي عن إمكانية سيطرة الحرس الثوري على السلطة في إيران. وتساءل الكاتبان إن كان لدى الحرس الثوري القدرة الكافية على الحكم، وقالا إن مقولة تنتشر في الشارع الإيراني تتحدث عن شفط السلطة من الرأس للقدم، أي من الرجال المعممين إلى أصحاب البساطير العسكرية. البرلمان الإيراني الجديد يقدم أحسن دليل، فرئيسه محمد باقر قالباف كان جنرالا في الحرس الثوري، كما أن نسبة ثلثي مجلس البرلمان هما من الأعضاء السابقين أو الذين لا يزالون على صلة مع الحرس ومنظماته المساعدة الكثيرة. إن تكهنات سيطرة الحرس على الحكومة الإيرانية قائمة منذ وقت، وتنبأ بها محللون في أمريكا وإيران، ومن هنا فالخطوة المقبلة لتحقيق السيطرة هي مرشح له في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2021. ويبدو أن الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي لم يحقق الكثير في السياسة المحلية والخارجية، وعجز حكومته أمام وباء كورونا قد دعته للاستسلام، فقد تردد بالاعتراف بتهديد الوباء على البلاد إلا في وقت متأخر. وأدت رسائله المتضاربة عن الفيروس لإرباك الرأي العام بل وانتقادات من المرشد. وبالمقارنة فقد بدت سيطرة الحرس الثوري قوية وتزداد، وأصبح الحرس الثوري محل اهتمام محلي ودولي بعد سيطرته على الحكومة المنتخبة، ويقدم الحرس نفسه كعلاج لأمراض الأمة مع أنه المساهم الأكبر في المشكلة، فنشاطاته الإقليمية تمنع منظور تنمية مستدامة في داخل البلد. ففي ظل العقوبات الأمريكية وسع الحرس من التجارة السرية التي أنتجت نخبة فاسدة من تجار التهريب. الموقع يرى أن فكرة تولي حكومة عسكرية في إيران لا تعد نتيجة مفروغا منها، ولكنها تبدو محتملة وبشكل متزايد. وفي الوقت الحالي فقوة الحرس السياسية نابعة من ضعف معارضيه والأيديولوجية التي لا تعني القدرة على الحكم.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن قضايا السياسة الخارجية لم تحضر في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي انتهى ليلة الخميس بخطاب ناري هاجم فيه الرئيس ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن وحذر الأمريكيين من انتخابه. وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب مايكل كراولي أن السبب وراء عدم ظهور القضايا الخارجية بشكل بارز هو الانتصارات الخارجية القليلة في عهد ترامب. الصحيفة أوضحت أن المؤتمر القومي للحزب الجمهوري صور الرئيس دونالد ترامب بالقائد الأعلى للقوات المسلحة القوي والذي هزم الأعداء وبحث عن حلفاء جدد، ولكن الكلام المتباهي غطى على الطموحات الكبرى في السياسة الخارجية التي لم يكن قادراً على الوفاء بها. وتابعت الصحيفة أن سياسة ترامب الخارجية الجريئة مع كوريا الشمالية لإقناعها بوقف برامجها النووية انهارت، فيما تحدت إيران سياسة أقصى ضغط ورفضت المساومة معه، ووصلت خطته للتسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى طريق مسدود، وباتت الصفقة التجارية مع الصين حلماً بعيداً. وفي وقت لم يفي بوعده، سحب ترامب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، فالجيش الأمريكي لا يزال يقاتل رغم اتفاقية السلام التي وقعها مع طالبان. ونقلت الصحيفة عن إريك إلدرمان مساعد وزير الخارجية في ظل إدارة جورج دبليو بوش قوله إن هناك الكثير من الأعمال غير المنجزة ويمكن القول إنها لم تكتمل. وفي كلمته من القدس المحتلة التي قصد منها تذكير الناخبين الأمريكيين بنقل السفارة الأمريكية إليها، عدد بومبيو إنجازات ترامب ومدح حملة الضغط على إيران وقتل القيادي العسكري في الحرس الثوري قاسم سليماني في 3 من كانون 2 يناير الماضي. الصحيفة تشير إلى أن لدى الديمقراطيين قائمة من الموضوعات غير المنجزة، فقد أصدرت لجنة العمل للأمن القومي وهي مجموعة من مسؤولي السياسة الخارجية السابقين ممن عملوا في إدارة باراك أوباما مذكرة بعنوان 4 أعوام من الصفقات الفاشلة، وانتقدوا فيها تحركات ترامب في الصين وإيران وكوريا الشمالية وأفغانستان. تعتزم شركة أمريكان إيرلاينز رش طائراتها بمعقم من شأنه تشكيل طبقة حامية تقضي على الفيروسات في محاولة جديدة لطمأنة الركاب. وقد طورت الشركة في تكساس هذا المعقم الذي حصل على موافقة الوكالة الأمريكية لحماية البيئة وفق ما أوضحت شركة الطيران. وقالت شركة الطيران إنه في حين أن الرذاذات المعقمة الأخرى توفر تنظيفا مؤقتا، فإنه يبقى سورفاز 2 المعقم الأول والوحيد الحامي من الفيروسات، وأثبت أنه يقضي على فيروس كورونا على الأسطح حتى بعد تراكم جراثيم جديدة. وتنوي أمريكان إيرلاينز البدء باستخدام المعقم في الأشهر المقبلة على الأسطح داخل طائراتها، على أن تعتمده تدريجياً في كامل أسطولها. ومن شأن هذا المعقم حماية الركاب وأفراد الطاقم من انتقال عدوى كورونا عبر الأسطح، ولا سيما المناطق التي تتعرض للمس كثيراً مثل المقاعد والمساند وصواني الطعام والأبواب. والآن إلى أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.